اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما ان نطلع عليكم بهذا الوقت لنقل يوميات مواطنينا الاحبه في بغداد. هسه هواي يسال يقول شو هواي تظاهرات في بغداد وشنو سبب التظاهرات؟ شو مؤخرا صارت يعني بلا ملح، على قولته هنا بلا ملح صارت، ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو انه ماكو خطة عمل مدروسة لسنوات، هذا واحد. اثنين، ماكو جزء من مسؤولية الوزارات المعنية تتحمله، اللي هو الخريج اللي ضمن اختصاصات كل وزارة وزارتها، وزارة التربية، وزارة الصناعة، الصحة، الزراعة، كل الوزارات لا أستثني واحدة صايرة حلل وكل من بكيفه. يعني اللي خريج ودارس تربية لازم يروح لوزارة التربية، أبو الصناعة يروح للصناعة، أبو الزراعة اللي يتخرج من كليات الزراعة والجامعات اللي موضوعها الزراعة يروح للزراعة. وهذا أبسط الأشياء اللي ممكن تنطي فرصة لغيرك وما يكون مزاحم على وزارة ووزارة. وزارة النفط مثلا كلها تتمنى تروح لوزارة النفط لأنه رواتب ومخصصات و و و عموما اليوم احنا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهذه الساحة شهدت تظاهرات على مدى أعوام من 2009 و2011 و2013 وبال2014 وال17 لما وصلنا لل19 اللي هي ثورة تشرين منا انطلقت وراح الضحايا للأسف لا واحد ولا اثنين. عموما اليوم انا ويا مجموعه من الاخوه اللي حاصلين على شهاده الدبلوم والبكالوريوس، وبصراحه موقفهم لا يخفى على الجميع، الموقف واحد اللي تظاهروا قبل كم يوم، المحافظات كلهم اجوا في بغداد وتظاهروا وكنا وياهم، واليوم فقط في بغداد. شنو موضوعهم؟ ليش ما منشملين كعقود بوزارة التربية؟ وزارة التربية تحتاجهم أو لا؟ وكل التفاصيل راح نسولف وياهم بشكل واضح وصريح حتى يوصل للجهات المعنية، للجهات الرقابية تدقق وشوف وش قطع عندنا خريجين سنويا ونوديهم وشون نحير بيهم والدولة تتحمل مسؤوليتهم لو لا، ونسولف في هذا المنطق. إذا كانت الدولة فعلا عندها خطة عمل لسنوات قادمة فما راح نشوف أي تظاهرة وأي خريج عاطل عن العمل. الخريج عاطل عن العمل يعني خريج قاعد على الرصيف، يعني لا أنا مستفاد من يمه ومستغل وجوده وشهادته، ولا أني منطيه فرصة حتى ينتج وظال معلق لا للسماء ولا للقاع. عموما الأخوة متجمعين في ساحة التحرير حتى نكون صريحين وياهم ونتحدث بشكل واضح. أولا الأخوة هسه يعني كاتبين رسائل، خلينا نسولف الرسائل أو البداية. خريجين التربويين والإداريين في بغداد يعني يدزون رسالة إلى السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، السلام عليكم شباب. السلام. الله يديمه. ويوصونا يقولون احنا أبنائك خريجوا الكليات التربوية والإداريين والمتظاهرين منذ عامين، يعني صار لهم سنتين يتظاهرون الولد. زين. وبتوفير فرصة للتعاقد والدخول للمدارس وسد النقص الحاصل في الملاكات، اللي هاي القضية نعرفها كلنا. ماكو واحد عراقي اليوم ما يعرف انه المدارس جاي يصير بيها وش قد عندهم لود وعدد الطلاب
وعندهم نقص بالكوادر ما تخفى على الجميع، لا تخفى علينا ولا تخفى على المواطنين ولا تخفى على وزارة ولا دولة. يعني الكل يعرف أنه وزارة التربية عندها نقص، هذا واحد. إدراج فقرة بموازنة 23، وراجين عطفكم الأبوي في إنصاف هذه الشريحة اللي راح نسولف وياهم ونتحدث بالمكشوف على قولة أهلنا. الله يساعدك حبيب. حياك الله. شلون أخوك؟ الله يحفظك وخبارك. الله يعزك. حياكم الله. ويقويك. ما تعبان. الله يخليك. لا احنا أبو الحاق دائما ما يتعب، ودائما يقدم الغالي والنفيس حتى يحصل حق، لأنه هذا حق مسلوب. احنا يمكن احنا معروفين للشارع، وطلعنا قبل كم يوم بمسيرة حاشدة من العلاوي وصولا للباب الخضراء، واحنا صار لنا سنين، سنتي اكثر من سنتين ونص ثلاثه احنا نتظاهر. قضيتنا وحده، احنا خريجين كليات تربويه، يعني مصيرنا على وزاره التربيه، يعني ما ندعي بشيء خارج السياق. احنا مطلبنا حقيقي واضح، مو مشكلتنا اخطاء السنوات السابقه والحكومات السابقه بشان كانت تضخ داخل وزاره التربيه خريجين ما لهم علاقه بالاختصاص. هذا مو ذنبي، يعني لما أنا خريج 2010 وقسم فيزياء وجامعة مستنصرية وجامعة حكومية ياخذ حقي مع كل احترام وتقدير لبقية الاختصاصات، لكن هو مكانه في مثلا خلينا نقول وزارة النفط، مكانه بالبيطرة، مكانه بقسم النحت، يعني قسم النحت ينضم إلى وزارة التربية، وين المجال اللي يخلوه؟ والكل تعرف وباين للعلن بأن المدارس تروح تلقي شخص دي يدرس عربي ورياضيات هو إداري أصلا. احنا نريد نخلي النقاط على الحروف، احنا نريد المسير ننجح هذا البلد ومسيرته التربوية، لانه ماكو مجتمع بالكرة الارضية انبنى بصورة صحيحة اذا ما انبنت به التربية بصورة صحيحة. هاي اليابان انضربت قنبلتين ذرية ورجعوا للصفر، اول ما اهتموا بالتدريس، اول ما اهتموا بالتعليم. نعم، فاحنا خصوصا المدارس هسه احنا عندنا مشاريع هسه المدارس الصينيه اللي ما شاء الله عليها مدارس ضخمه، واكو مثلا بالكرخ نسبه الانجاز بيها 60%، بما معناه انه السنه القادمه الموسم الجديد هي كامله. اذا انت مدارسك بيها نقص، ايش حد ضخ كوادر تدريبيه تربويه بهاي المدارس الجديده؟ صح لو غلط؟ زين، انت تنكر وزاره التربيه، تنكر انه عندها، صحيح على الورق انه اكو ارقام، لكن نرجو من التحقق من هالارقام وهذه الخريجين. احنا نفتقر الى الكوادر التربويه والاداريه، بينما داخل الوزاره اكو كوادر فضائيين وكوادر مختصاص. حتى ما ادمر طموحاتكم او طموحك تحديدا، من 2010 متخرج. نعم. فيزياء. نعم. جامعه المستنصرية. نعم. هذا الاسم اللامع اللي موجود. نعم، تاريخي لها الجامعه المستنصرية. ايش عجب يعني ما لقيت لك فرصه؟ مو هو مدى الاعوام 10 13 سنه كنت غافي. لا. لو ما اخذتك النومه، لو ماكو فرصه، لو هسه يلا وعد. والله يا اخويا خل اقول لك شغله بصراحه احكيها وقدام العلم والملا. اولا هو هذا قلت لك اياه، انا مشكلتي اخطاء السنوات السابقه. احنا اول ما تخرجنا قالوا انتوا، يعني كان فتره انا 2010 كان الوضع مو مستقر وغالبية المدارس كانت مغلقة، بعدين قالوا صبروا، بعدين أقوى فرصة كانت هي 2018 فتحوا أعتقد فوق 65,000. ونرجع للنقطة الصفر المحسوبية والواسطة اللي حسبوها نقاط، 2018 حسبوها نقاط. أنا عندي زوجية وعندي سنوات تخرج وعندي الجامعات الكذا، حسبتها تقريبا 31 نقطة. جيت للأسماء طلعت على الإلكترونية، واحد مقبول 21 نقطة، فرق 10 نقاط عندي. لما اعترضت رفعوا الطلب وماكو شيء. اي احنا اصلا دور رقابي على وزارة التربية ماكو، يعني لو اكو جهة رقابية تجي وتطلع انت من يا سنة فاتح، شنو عندك سنوات التقاعد، آلية مضبوطة لوزارة التربية ما موجود. يعني ماكو تخطيط ابدا ابدا. وتشوف بعض الاحيان خريج، يعني انا عندي شخص بنفس السنه اللي تخرجنا بعدها ما مستلم وثيقه طلع قبوله. والله العظيم، والله احنا بشده، والله العظيم انقبل بنفس السنه
ومعروف السبب شلون انقفل ماكو داعي نحكي. اي والله العظيم بعده لانه الوثيقه الكل يعرف الوثيقه طار ست اشهر. موضوع شدات لو موضوع واسطه كبير راس والله شبير. عمك خوش عم زين. ما سلمت بعمان والله للاسف. يعني احنا هذا اغلبيتنا هي باوع. هي اكو طريقين طريقاً هسه معروفة، يا أما واسطة يا أما فلوس. إحنا ذول اللي طالعين، طبعاً إحنا وقفة اليوم واحد مظاهرة، مظاهرتنا خلال الأيام القادمة. إحنا اللي ما عندنا لا فلوس ولا واسطة يا رئيس الوزراء. إحنا الفقرة اللي ما لنا غير الله، ولا عندنا حزب يمشي ورانا. لو أكو ورانا حزب ها كاسة وصلنا. إحنا ما ورانا حزب، ما ورانا كتلة، ما ورانا فلوس. لو ورانا فلوس أقسم بالله باكر أتعين هسه علني. هسه ما نريد نذكر شقد وين وعلني بهالقد تروح تتعين ومو وزارتي. ليش مو؟ احنا درسنا اختصاص، درسنا ارشاد تربوي، درسنا طرائق تدريس، درسنا علم نفس. انت اول سنه درسناها هي علم نفس، شلون تتعامل ويا الطالب. هسه تتدمر نفسيه الطلاب نتيجه انه المدرس مو اختصاص، ما اخذ باولياته طرائق تدريس شلون الطالب تتعامل وياه. اكو ناس بيهم توحد، اكو ناس بيهم انعزاليه، اكو ناس بيهم فرط حركه. اي هذا كله درسونا اياه. راح هباء منثوره جوا تحرير، نداعي بحقنا ونداعي انه يا رئيس الوزراء ويا وزير التربيه انظر بحالنا. للاسف ما موجب. والله الفيزياء يعني هسه تسولف لي عن فيزياء، يعني الله يساعد الاختصاصات الاخرى. والله اعرف بعض المدارس ابو الرياضيات دي يدرس فيزياء. يعني تلزيق، هذا خطأ. الفيزياء لذلك الانتاج هسه يطلع لنا بالضبط دي يطب للكلية ويشهدوا لي أساتذة الكلية ويشهدوا لي أعمدة الكلية والمشرفين بالكلية. دي يطب للكلية صفر، ما عنده أوليات. الساين من الكوساين من الجيب تمام، ما يعرف ليش بناء مو صحيح. ندفع، وخصوصا هسه حتى المدارس الاهليه دت تجيب وتمشي تمشي تجاره. الموضوع تجاره. احنا لازم نبني التربيه بصوره صحيحه. حتى انت شلون تعد مهندس ودكتور صحيح اذا ما بناء صحيح؟ حيطلع من الهوى هو دكتور، او حيكون تحصيل حاصل. لازم اكو بناء صحيح لهذه التربيه مع الاساس بالضبط. جدا ممتاز. الله يخليك استاذ العزيز. الله يعزك. بارك الله بك. السلام عليكم حبيبي، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. على متابعتك. لا حبيبي احنا قدام خدمتكم. رحم الله والديك. اساتذه الله والديك زين. رحم الله والديك. واجيال تتمنى انه تدرس تحت ايديكم وتحت علمكم. حقيقة نحن الذي قيل عنهم كاد المعلم ان يكون رسولا. كل البلدان وكل الامم نهضت وتطورت بالعلم والمعرفة. إلا بالعراق تشوف الخريج التربوي منذ أكثر من 3 سنوات يفترش الطرقات، وتعرضنا أكثر من مرة لقمع. إذا كنت متواجد بالمظاهرات السابقة تم قمعنا. حقيقة يؤسفني أن الخريج التربوي يكون يعني مهمش ومسوف قضيته، ومدارسنا تعاني من نقص بكوادر التربوية. اليوم إحنا لم نخرج لنكون عبء على الدولة وعلى ميزانيتها، خرجنا تزامنا مع النقص الحاد في الكوادر التربوية. مدارسنا اليوم بعموم العراق وفي أطراف العاصمة بغداد تعاني من نقص حاد في الكوادر التربوية، لا سيما أخص بالذكر مناطق الأطراف. وتلاحظ أنه شوف أبو الفنية يأخذ اجتماعيات وعلوم، وأبو الرياضة يأخذ إسلامية، تخبط في التوزيع. كل هذا سببه قلة الكوادر التربوية. اليوم اللي بصلب الحديث يعني أطراف بغداد تعاني مثل ما ذكرت. من وين؟ معامل. زين. الآن المدارس تعيش ب خلي أقول بفوضى. مو صحيح؟ هذه الفوضى اللي موجودة داخل المدارس، أنتوا يعني بعلاقاتكم بجهودكم ما قدرتوا توصلون، يعني توصلون للوزير مثلا، وانتم على مدى اعوام مو وزير الان، وزراء سابقين. ما معقوله يعني اكو بهم كانوا فاتحين بابهم لكم ويستمعون، كانت الفرصه لكم الدخول لهم وتسولفون وياهم لو صعوبه لو احنا ما ان لا سند ولا ظهر غير الله سبحانه وتعالى. ما عندنا يعني تعرف انت، ما يخفى على الجميع
انه الواسطه والمحسوبيه موجوده، اذا مو محسوبيه عن طريق 30 ورقه و40 ورقه تحصل لك امر اداري. وعندنا البعض من زملائنا موجودين هسه حاليا تم حذف اسمائهم، صدرت لهم اوامر اداريه لكن انحذفت اسمائهم بسبب الواسطه والمحسوبيه. مناطق الاطراف يعني بعض المدارس اليوم الكل يعرف تم بناء مدارس جديده وتم شطر بعض المدارس، تحولت الى اكثر من دوامين وثلاثه واربعه، لكن الكوادر التربويه بقت هي نفس الكوادر. عندنا بعض الاعداديات يعني الفصل الاول من هذا العام ما اخذوا اي شيء بسبب عدم وجود كادر تربوي. في اخر الايام تم استعاره كادر من بعض المدارس وتم تمشيه الحال وكانه شيء لم يكن. بالخريج التربوي حقيقة هذه الشريحة مهمشة، اليوم اللي علم المهندس والطبيب والقانوني والمنتسب والإعلامي هو المنتسب، العفو المعلم. تشوف المنتسب مو احنا من قد ما انقمعنا مفتوم فتلاحظ يعني تشوف، لكن هذه الشريحة مهمشة، الكل أخذ استحقاقه بالموازنات السابقة بطريقة أو بأخرى، توفرت لهم ألف درجة وغير الألف درجة، يعني تمشى حالهم. تنشملون لو ما لو صعوبة حاليا ماكو أي فقرة إلا بالموازنة، وعلى أثرها اليوم إحنا خرجنا بوقفة احتجاجية على خلف قرارات وزيرة المالية. نعم، طرقتوا باب النواب؟ مع كل الأسف نواب بغداد 67 نائب طرقنا أبوابهم مع أيضا بعض نواب المحافظات، لكن فقط الوعود الكاذبة حقيقة مع الأسف. يعني أنت لو تقول لي أوقف وياك وأجي أنا أطلع وياك، لو لا تعيشني على أمل، ليش تعيشني على أمل؟ مع الأسف معدودين على الأصابع، وبالذات هي لجنة التربية النيابية. اليوم أعضاء لجنة التربية النيابية توصلنا، لكن وعود. اليوم محمود القيس الكل يعرفه عضو لجنة التربية النيابية، لكن لما تشوف إنجازاته وتشوف الشغل اللي قاعد يشتغله قاعد يشتغل بالغزالية، تارك خلفه مئات من قضايا اللي تخص التربية والتعليم. عتبنا على نواب بغداد اللي هم المفروض يكون الصوت الحقيقي لهذه الفئات المظلومة داخل قبة البرلمان. عيوني شكرا لتغطيتك. طيب يا حبيبي، والله انا جاي انا اسولف وياه، ورساله من اقول شهاده الدبلوم والبكالوريوس وما مشمولين بموازنه، وهذه يعني بصراحه هذه دائما الصوره تكون يعني مخجله للبلد، يعني مخجله حتى هم يعني يستحون من وقفتهم. صدقني الان الوقفه ترى مو سهله، يوقفون بنص ساحه التحرير هم وعائلاتهم ويطالبون بحقوقهم وابسط الحقوق اللي هي يعني وضعهم كعقود او كتضمينهم بالموازنات، يعني صعبه عليهم يشوفون حالهم بهذا الشكل. انا بصراحه حاس بشعورهم، اللي يتخرج من جامعه مثل جامعه المستنصريه ويوصل الى مستوى علمي متقدم ويكون بمثابه هو اب لعائلته امام ابناء اللي توهم درسوا بالمدرسه، يعني شنو موقفه؟ بصراحه موقفه يعني يكون صعب بين العائله وبين واقعه هو اللي يعيشه. وللاسف يعني السلام عليكم، قواك الله، شلونك؟ يا اهلا وسهلا، يا مرحبا، والله الحمد لله، الله يسلمك، الله يوفقك، الله يسلمك، يسر عليك، يا مرحبا بيك، اهلا وسهلا بيك، نشرف بيكم، خدام خادم ربك، رحم الله والديك، واحنا حاسين بوضعكم، رحم الله والديك، احنا نريد وقفتكم ووقفه الاعلام الحر ويانا، وكل واحد خادم ربك وكل واحد شريف، لين صار هاي سنتين ثلاثه جاي العالم تطلع واحنا نطلع، يعني طالب ابسط حق هو حق الخريج التربوي، يعني صار له ثلاث سنين 16 سنه 20 سنه ركض تعب غير من وراها نتيجه يتعين. انا مثل خريج قديم اني تقريبا ياسر 2006 يعني اليوم هاليوم ماكو، وعندنا بالعائله ثلاثه اربعه خريجين هم 2010 2015 ولا واحد متعين، يعني التعيين يعني صار اليوم صعوبه تحصل على تعيين، فرصه تعيين او مثل وظيفه حكوميه، يعني الا بزوايا يعني مثل دهاليز تدخل الواسطه تدخل بيها العرف الاحزاب، بس قانون ودوله مع الاسف نقول مع الاسف قدمنا على المديريات الروح هذه ماكو نتيجه، يعني الى متى تبقى هيك يعني الوضعيه؟ زين المحاضرين
اي عجب ما انشملتوا المحاضرين، رحنا وما حصلنا، همين ما حصلنا محاضرين، يعني نروح على المدير على المدرسه على هاي، همين علاقات وعرف على الواسطه، يعني كذب واحد يقول لك مثل حصل هيك، يعني مثل ما يقول راح قدمه وحصل محاضر، الا ما ندر. اليوم هي علاقات اكثر شيء صار ببلدنا مع كل اسف هاي الواقع، يعني اما واسطه عرف علاقات احزاب كذا، او يعني مثل ما يقول حتى توصل رشوه، يمكن يدفع رشوه يحصل وظيفه، بس احنا يعني مثل سندوب الله والله، يعني اذا ظل هيك يعني ولدك هسه الله يحفظهم رحم الله والديك هم يعني من يشوفونك شو طبعا من يشوفني يعني يقول اذا انت مصيرك هيك، يعني انا شنو مصيري يعني باكر عقبه اذا اكمل واتخرج يعني وين اروح؟ احتمال يضيع يعني واحتمال يبطل يجوز ما يكمل دراسه. اكثرهم اي هواي هواي يشوفونا ويسالونا بالشارع يقولون يابا، يعني مثل ما يقول انا اختصاصي تاريخ وجغرافيا اجتماعيات. زين اي والله يعني وليش يعني مثل موجود هذا الاختصاص هو جاي يتعينون به الناس، يعني مثل ما يقولوا غير اختصاصات هسه حاليا المحاضرين اللي تعينوا مع الاسف نصهم مختصاص تربوي، نصهم خريج قانون بيطره اختصاصات غيرها، وحتى بعضهم ممكن يمكن اعداديه، يعني هذا تجاوز على حقي تجاوز واخذ حقي، يعني تعين بصفه محاضر وهو مو خريج تربوي، ليش؟ هسه انا مثل ما يقول ما تعين الا على وزاره التربيه، زين هو يقدر يروح على القانون، يقدر يروح على وزاره الزراعه، ليش يجي ويتجاوز على حقي هنا؟ يعني هو ذنب ذنبه؟ يعني بصوره عامه يعني مثل ما يقول ذنب الوزاره هي، يعني الوزاره شلون عينته؟ اي بالضبط تخطيط وكذا، هو الوزاره تعرف ناقصنا شنو واللي احتاجه شنو رحم الله والديك اليه العمل شلون بالضبط اي بالضبط وزارات تدارها التخطيط هي وزاره التخطيط على شنو شغلها لعد غير شوف مثل ما ايش محتاج كل محافظه كل منطقه كل مديريه ايش محتاج يعني يجيب يعني غير الشخص المناسب بالمكان المناسب صح لو لا يعني احنا الاخطاء هاي بالدوله ليش اليوم هاي صارت وصلنا هيك المطبات يعني ذاك اليوم قدام الخضراء انهانينا وانضربنا يعني شنو السبب يعني مع كل اسف يعني اخواني بعضهم يعني زين وبعضهم لا والله تجاوزوا علينا ذاك اليوم مكافحه الشغب مظاهره قدام وزاره التخطيط غلط وفشار والناس تحورت برجلي قلت لهم ليش هيك يابا يعني اليوم اللي طالب حقه يعاملونا بهالطريقه المهينه هاي ليش انا بلدي انا مو لي حق بلدي صح لو لا وهاي ثروه هي واجبات رحم الله والديك حقوق وواجبات وهي هاي ثروه للكل مو الواحد ولا الحزب تسولف الان عن اليه عمل موجوده في كل العالم عليك لك حقوق وعليك واجبات رحم الله والديك وهذا طبيعي اليوم بالضبط اي مع الاسف يعني اكو ناس يعني مثل ما تعبانه وحصلت وظيفه بدون اي تعب لين عندها علاقات كذا واسطه هاي وحصل واليوم الانسان ما عنده واسطه وهذه بالبلد ضايع ليش يعني المفروض هسه السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يعني هو الرجال هسه يقول انا رافع شعار الاصلاح الاصلاح منين يبدي غير من التعليم يصحح التعليم صح المنظومه التعليميه المنظومه التربويه منهاره صراحه مع كل اسف نروح الوزاره باب الوزاره سادين بوجهنا ذاك اليوم اكثر من مظاهره نريد واحد يطلع لنا مسؤول وزير هاي ماكو اذن لا يقول لكم يابا ترى شغلتكم تصير وسهله بالضبط ولا واحد قال لكم عمي ترى ما تصير شوفوا لكم غير شغله بالحالتين ماكو جواب صح لو لا مخلينا معلقين اي يعني مثل ما يقول غير نتيجه السلام حتى العالم شبه هي اسا تكون ناس رجال جامعه مستنصريه تربيه الاساسيه ما شاء الله رحم الله والديك اي والله يعني وبكتنا احنا شو مثل ما يقول كان حتى التدريس زين يعني مو مثل هسه مع الاساس الكليات بعضها حتى اهليه هو دمر احنا تدريسنا الكليات الاهليه هسه يعني كانت الكليات الحكوميه رصانه وتدريس يعني مضبوط هسه صارت يعني مع الاسف حتى بعضها التجاريه صارت كليات اهليه تجاري رحم الله صح لو لا واللي يملكونها اشخاص يمكن هم يمكن متنفذين بالدوله يعني استولى على اموال الدوله وفتح له كليات على حسابه صح لو لا بدون تخطيط ويجيب ويخرج كل سنه زين هسه اذا هو ثلاث سنين رئيس وزراء يقول بجامعه المستنصريه اي هم حالها حاله اللي تخرجوا منها الاف أي. سنويه اي هسه هاي السنوات الدفعات اي راح تتراكم طبعا شو يولد هذا ما لها حل اي راح حلها صعب معقد صعب. ويعني مثل ما يقول من السابع المستحيلات بعد تلقى لك حل اذا ثلاث سنين تخرج كل سنه 300,000 400,000 واضربها انت زين هاي العلم وين راح تروح؟ الدوله ما جاي الشغل القطاع الخاص شبه معطل صح لو لا وحتى اذا يريد ينهض اكو منا اجنده واجنده تحاربه وتواجهه ويفشلونه صح لو لا فاحنا نريد تصحيح هسه يعني تصحيح هاي الاخطاء مالتهم راحت الاخطاء السابقه غير مثل ما يقول يضمون هذا الجيل قاعد وين يروح الخريج يعني وين يطي وجهه مثل ما يقول والعماله الاجنبيه جاي تغزو الاسواق انت خريج 2006 2006 نعم
والاخوان بيهم 2000 متنوعين. اي يعني مثل ما يقول خريج 2010 2015 هم يدمرون من الداخل هم من يشوفون من ابو 2006 لحد الان. اي نوبات كان القاهر من يحكي عن 2019 متخرج 2006 وبعدك ما شايف لك فرصه. اي والله 2019 شلون تروح على مدير التربيه رحت على مدير الرصافه الثانيه يعني صراحه همين يعني شو مثل ما يقول لي يرد عليك باسلوب يقول لك انا ما عندي تعيينات ما عندي. زين لعد شو الناس جاي تتعين لعد منين هاي جاي تحصل تعيينات يعني مو هاي البلوهيه يعني كلامه يعني مثل ما يقول يناقض الواقع كلامه يقول ماكو تعيينات. زين هي جاي تتعين هسه العالم والحق الرصافه الثالثه 35000 زين هاي على حسابي اني ومو تربويين هم نصهم مو تربويين مو اختصاص تربوي على اي اساس اليوم يقولون لنا احنا بالتربيه يجيب وثيقه مو هي هاي البلد شلون يجيب ملفات احمد الله والدي تدخل حاسبه يعني غير يتابعون الدوله تتابع شوف كل من باختصاصه كل من باختصاصه يعني مثل يخلونه المو اختصاصي يودونه مثل ما يعطونا رعايه يعطونا غير مثل على غير دائره هو ليش ياخذ حقي انا اختصاص تربوي رحم الله والديك الله يسلمك وانا الشرف بكم الشرف بكم رحم الله والديك يعطيك صحه والله يستر عليكم واخيرا تحتاجون احد رحم الله والديك ان شاء الله بحيل الله رحم الله والديك الله موجود ان شاء الله بس هو حق يعني مثل ما يقول احنا حق هذا مغبون نريده مثل ما يقول شنو نريد عداله عداله رحم الله والديك والله يستر عليك استاذ العزيز يا طيب 2019 مو اي والله 2019 بس انا 2006 حتى وقعت مني اي والله مع الاسف والله مصير والله يعني اللي ينقل هاي المعاناة اللي بدون شكر هذا واجبنا الله يخليه لكم حق علينا الله يخليه هم اهلنا وناسنا واخوتنا وبيكم اصدقائنا فعلا زين واخوتنا فعلا من حرصكم والله الله يسلمك شنو موقفكم يعني الان هسه الظاهر يعني الظاهر تو هواي والتظاهره نوعا ما صارت الدولة على اكتفاء بالتظاهرة لان يعني باليوم يطلعون كم يوم كم تظاهرة وكم تجمع تطلع مظاهرة ينطيك كتاب وامور روتينية وراح نوافق واللجنة المالية وغيرها وكذا ورا شوية ويوم اسبوع كتاب سري او غير او علني ما المالية تكتفي وما عندها فائض بالش اسمه بالما يعني التصريحات تخليكم تتحركون شوي والله احنا ما نوقف تصريحات اللي تطلع من وزير مالية مثلا رئيس وزراء وزير التخطيط وزير التربية هذا تحرك يعني يقول لك مثلا ما عاد تعي ما اقدر اعينه انا ما شلون انا ما اعرف حقي يعني شلون اظل انا هيك انا هي غير دولة تمثل الشعب لو تمثل يعني غير شيء غير تمثلني غير ان عندي حقوق بهاي الدولة درست وتعبت وخلصت يعني شلون انا اظل هيك انا هسه عمري 27 سنة رحم الوالدة كذا يقول بعد 3 سنين ماكو فرص وتعيينات انا شو وقت يصير عمري شو وقت اتخرج شو وقت العفو شو وقت اتزوج شو وقت اكون نفسي شو وقت احصل لي وظيفه شو وقت اتقاعد رحم الوالدك شو صار عندي خدمه شو تباع لها ياس بياس وتعبونا نفسيا مشاريع لكم خاصه والله احنا جاي نشتغل مو نشتغل بس يعني بس ما بيها مستقبل ما بيها مستقبل يعني ما بيها ضمان اعطيك كلام يعني انا هسه انا ساكن بالمدائن القاع اللي بيها قاعد اني ذب ذهب قول شلون كلها بياره ونفط وشركات بس كلها عماله اجنبيه وحتى يعني من غير محافظات جاي تشتغل واني ابو القاع والدخان علي ما معترف بيها لا معيني على وظيفتي خريج تربوي ولا منطيني حصه من هذا النفط اللي طالع من قاعي من قاع اجدادي ومن قاع اهلي انا 50 متر عني اباوع بالمناسبه يعني هو اللي جاي يتعينون بالشركه من غير محافظات يعني محافظات على راسي يعني بس هو اللي يقول لك الشركات الاستثماريه اللي تجي 80% لابو القاع مو زين والتعيينات جاي تجي هسه على التربيه وعلى النفط وعلى اي شيء عن طريق النواب والاحزاب زين هو النائب مهامه يعين انا دا اعرف يعني هاي منها مناشده التشريعي مو تنفيذي ولا يعين يعني كلها عن طريق المكاتب والنواب وربعك وربعي زين منو اللي عندكم يتحرك على النواب او ممثل عنكم يقدر يتحرك يوميه يطرق الابواب جاي يروحون ويتحركون ويستقبلونهم النواب والنائب كيف بس صعد ما هي المشكله مع الاسف اي وهسه يعني صارت احتكار التعيينات احتكار الى جهات والى سياسيين ولا ربعك وربعي حرام يعني هسه مقابلنا وناسنا اكو محترام الزيانين والمو زيانين
يعني المزينين ايش يقول لك تعال تجي يمي تضمن لي صوتك وتضمن لي ولائك، والله جديات يعني، حتى تحصل لك فرصة ويانا ها، وحتى مو على شهادتك عينك غير شيء ها، وغير اذا ما عندك جهة ولا عندك حزب ولا عندك نائب ظلت هنا ترجع بك الشمس وترجع لي ورا، ماكو يعني ملينا تعبونا نفسيا والله. الله يكون بالعون. والله لا الله انا اللي راجعون. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك، الله والديك. والله انا هو يعني مشكله، حياك الله حبيبي. انا المصيبه انه شو السولف هو قليل. الله يسعدك الحبيب، شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. الله يبارك فيك ويسلمك. احنا بصراحه يعني هسه حتى نكون منصفين، سولفنا بشاب وشاب يعني مقتبل العمر، يعني توه متخرج 2019، هم مو توه متخرج، هم صار له 4 سنوات، وسولفنا ويا رجل تخرج بال 2006 حتى تكون عداله. الموقف شنو؟ تشندوب على قولته هنا، يقول تشندوب يعني الاجيال اللي جايه شلون؟ الموقف اللي تتحمله الدولة، تتحمله وزارة التربية، تتحمله الجامعات اللي جاي تخرج، لو من يتحمله؟ لا والله يعني بصراحة من اللي يتحمل هذا الموقف يعني؟ هي حلوة هذه يعني أمام الناس وبساحة التحرير يطالبون بجزء من حقوقهم، أما تشوفوا لهم فرصة تقولوا لهم يا بترى أنتم يمنا وأنتم ولدنا وانتم بيكم البركة وانتم المستقبل بيدكم وأشد على إيدهم، وأما تدمر طموحاتهم تقول لهم والله تظاهروا، لأن الموازنة هاي ما بيها، الموازنة الجاية يمكن بيها، وخليهم يتظاهرون لأنه بسبب فشل التخطيط وبسبب فشلكم تحديدا، هذا الفشل اللي تحملوه أنتم تتحملوا مسؤوليته أمام الناس وأمام الله أولا، لأنه هذه خطة عمل. هسا اي واحد خطه عمل باكر شو يسوي؟ باكر عنده فلان شغله، يطلع بيش ساعه يرجع بيش ساعه يكمل شغلته بيش ساعه، تخطيط يعني مجرد تخطيط فقط لا غير. عندنا وزارات، وزاره التخطيط مثلا على سبيل المثال، خطه خمسيه ماكو لخمس سنوات ما تقدرون؟ شلون بالاجيال الجايه؟ شلون بالاجيال اللي هسه صاروا ابنائنا بالمدارس؟ شنو مستقبلهم بصراحة؟ هذا الجيل شنو مستقبله؟ هذا الجيل اللي الآن تشوفه شنو مستقبله؟ شنو اللي ينصفه بعدين؟ يبقى يتظاهر حاله حال أبوه عمه؟ لو أكو حل، هاي أزمات جاي، ندخل بأزمات ما لها داعي، بس مجرد تخطيط للأسف، وهذه مشكلة أساسية. الله يساعدك الحبيب، اهلا وسهلا، بارك الله بيكم ولكل القنوات اللي يوصلون صوت الحقيقه وصوت الفئات المظلومه، الناس اللي محتاجه دعم من يعني من 3 سنوات وانت رجل مواصل ويانا عمليه التظاهرات و24 ساعه نازل ويانا بالشارع. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اليوم الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم والبكالوريوس من 3 سنوات، وإحنا هاي تظاهراتنا علينا ما عانينا، أغلبيتنا حتى فقدوا الشغل مالتهم من قد ما نطلع ونتظاهر وبس نطالب الحكومة. والله العظيم لو ما نعرف إحنا اليوم أكو نقص موجود بالمدارس ومتابعي أول بأول لا نطلع بشارع ولا نطالب بحقوق، لكن لجل ذولا هسه ذولا أطفالنا، ذولا أطفالنا اليوم من يروحون للمدارس جاي يلقون أكو نقص، جاي يلقون نقص بالاختصاصات، يجي معلم واحد يدرس جميع المواد، والخريج اليوم بدل ما يطلع ويا أصدقائه يتونس يقعد له بكوفي، يرجع من الشغل يقعد ويا أهله، اليوم نشوفه حتى بالعصر طالع يتظاهر. اليوم هاي الشباب اللي جاية كلها طالعة تتظاهر، تريد حل ونتيجة لو مجرد أنه ارسال رساله فقط؟ احنا بالنسبه لنا وصلنا رسالتنا لرئيس الوزراء، اخر ما تم العمل به هو كتاب الحاجه الفعليه اللي طبعا اغلب احد النواب ارسله عن طريق رئيس الوزراء،
ودي يطالب انه نفتح المديريات بالتعاقد على حسب الحاجه الموجوده بيها. نتمنى من مدراء التربيه انه النقص كله يرفعوا، لا يرفع فقط مثلا الاحتياج بس العلميات ويعوف الادبيات. احنا اليوم النقص موجود، اكو مدارس بالحسينية. نعم النقص وين موجود؟ النقص موجود على اطراف بغداد، طبعا مناطق وسط بغداد المركز بنقص. هم يقولون سوء توزيع، احنا ما عندنا نقص. زين شلون طلع سوء توزيع؟ طبعا الكلمه جميع المحافظات كان مسؤول من وزاره التربيه يقول عندنا سوء توزيع. عاد شلون طلع بمحافظه ميسان 150,000، طلع بمحافظه النجف 13,000، طلع بمحافظه واسط 13,000. طبعا هذا الاحتياج ضمن يعني شيء رسمي، لجنة من وزارة التربية طلعت وجردت الاحتياج. الاحتياج هسه اللي موجود في بغداد، خلي أقول بشكل عام، نعم، إيش قد تتحمل بعد أعداد؟ بالنسبة طبعا حسب الكتاب مال رئيس الوزراء، النوبة كتاب رئيس الوزراء لما يتوجه للتربية لازم احنا اللي نتابع، احنا نصير رقباء على وزارة التربية. يلا وزارة التربية تجي وتشتغل عليه، يعني اني واخذ لي نائب نائبين يلا ادخل للوزارة مال التربية واقعد احكي ويا المسؤولين، يلا ذاك الوقت يرفعوا لي كتاب، يلا يقولوا لي انت عندك كتاب حاجة يمنه، ها لو ما وصل الكتاب الحاجة. واني بغداد بالمركز والعاصمة آخر كتاب طلع واللجنة طلعت لي هي بغداد. السبب التأخير من وزارة التربية. يا وزارة التربية انت اليوم يعني تريدينك رقيب فوق راسك، يلا ذاك الوقت انت تشتغلين هم الألف درجة. لو وزيرنا لو وزير التربية هو اللي طالع وقايل لنا يا خريجينا يا ناسنا يا اهلنا تعالوا راح ينفتح نقص، راح ينفتح بالمدارس، وتعالوا انتم قدموا عليه حسب الاحتياج. ما جاي يطالب، ما جاي يشوف. قابلتوا؟ قابلنا الوزير وقابلنا رئيس. يعني انت قعدت ويا الوزير سولفت؟ بالنسبه لنا احنا كتنسيقيه قعدنا مع الوزير، يعني سابقا كان قافل على القضيه صراحه، نقولها قافل نهائيا، ما عندي تعاقد، عندي سوء توزيع، وعندي لما اجي اي يقول سوء توزيع كان عندي. لكن بعد الكتاب اللي صار من رئيس الوزراء بالاحتياج وجهه، لا الان يعني حسب الوثائق الرسميه اللي تطلع من مديريات التربيه لا اكو نقص والنقص موجود. زين شلون تقولون قبل كان سوء توزيع وشلون هسه النقص بالعشرات الالاف؟ يعني هذا التناقض نتمنى انه لا يصير على مديريات التربيه. اكرر سؤالي قبل شويه سالت الاخوه، نعم، ايش عجب ما ضمنوكم بالويل المحاضرين؟ انا انساهم المحاضرين. نعم. المحاضرين اخذوا حصتهم واخذوا موضوعهم ومشوا بقوه. صح. زين وصلت مراحل متقدمه وهسه صاروا عقود يعني. انتم ليش يعني كنتوا ما تدرون يعني مثلا لو كنتوا محسبين غير حسابات؟ بالنسبه لنا احنا طبعا انا بالنسبه لي خريج 2009 وعندنا خريجين من 2008 من 2004 من 2006 من 2020 من جميع السنوات. صراحه احنا ما مجبورين انه نروح نداوم بالمجان، اليوم احنا كنا اصحاب عوائل. قصدي لا مو نداوم بالمجان. نعم. القضيه قضيه المحاضرين. نعم. المحاضرين حصلوا على كتب انه تضمن لهم. نعم. زين انتم مش عجب كخريجين واداريين زين؟ نعم. ما لكم حصه؟ نعم. كتب طبعا صراحه هذا السؤال من نوجهه للمسؤول، يقول لنا الميزانيه ما الموازنه ما الدوله ما تتحمل. زين بس الخريجين من توصل لهم الميزانيه الموازنه ذاك الوقت تفرغ الخزينه مال الدوله؟ الله اكبر. يعني هسه احنا 3 سنوات هذا التعب اللي تعبناه استاذ، تعب وجهد ومظاهرات، وصارت عندنا قمع ببعض المحافظات. يعني هذا مو بعين المسؤول، ما جاي يشوفه، ما جاي يشوف التعب اللي جاي تعب الخريج. اليوم 16 سنه احنا تخرجنا. خلينا نصل شويه من جانب
الوزارات المعنية وحتى من جانب الدولة خلنا نقول. نعم. واحنا وياك طبعا طبعا هو لازم اثنيناتكم انتم هم وللدولة باعتباركم تخرجتوا من جامعات أكيد. رصينة الدولة العراقية. أكيد. زين. هسه الدولة تقول لك مثلا انا ما مجبرة انه اعين كل الخريجين لانه اعداد الاف مؤلفة وسنويا اكو عدد ينضاف. ما اقدر اعين هذا العدد. شلون تقدر تتصرف الدولة وياكم؟ بالنسبة ان طبعا هذا السؤال متوجه انه كثير يعني واحنا لجل احنا لقينا الحل اليه. الحل اليه هو حسب الاحتياج الموجود اليوم. ايش قد اكو نقص احتياج. قدمنا مقترحات لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء يعني صراحة الرجل يريد يعني ينهي هاي التظاهرات اللي تطلع، يحسن الوضع المعيشي ويبني بنى تحتية يعني للعراق. لكن مثل ما يعني ذكرت سابقا التهميش من وزارة التربية حصرا. احنا قلنا حسب النقص الموجود هذا الحل الوحيد اللي ينصف هاي الشريحة. اليوم انا ما اريد يعني ما اريد اليوم اظلم احد ولا اريد اكون يعني صاحب ثقل على الحكومة. ما اريد قابل الخريجين كلهم بصورة عامة يتعينون، مستحيل. لا، حسب الاحتياج. كل مديرية بها احتياج. ايش قد احتياجها؟ الف، عينونا الالف. باشر السيد الوزير وقال لك والله ما احتاج انا ما عندنا حسب رجعون بعد لبيوتكم لو هم تظهر. حسب تواصلنا ويا مدراء التربية استاذ احنا بالنسبة لنا قبل الخطوات اللي نخطيها يعني نراجع المسؤولين بها حسابات. نراجع المسؤولين مدراء التربية، اخذنا جولة على المدارس بالنسبة للمدارس اللي هي يعني احنا ما قعدنا تباطن قلنا حسب الحاجة. لا، مستحيل. احنا اليوم من طلعنا وطالبنا بالاحتياج لقينا احتياج فعلي موجود بالمدارس. لهذا السبب احنا طلعنا. انا جدا ممتع. الله يخليك. من وقتك هواية. لا بالعكس. برنامجنا لازم نسولف فيه تفاصيل. نعم. حتى يكون واضح. نعم. مو بشكل بسيط. ورسالة احب اقدمها للمسؤولين باللجنة المالية وبالنسبة لرئيس الوزراء. نقول له يا رئيس الوزراء احنا اليوم ولدك. اليوم ولدك تعبنا. ولدك اليوم مهمشين من 3 سنوات، ولدك محتاجين الدعم من عندك. اليوم احنا ليش اغلبية المحافظات جاي يطلعون يتظاهرون يقطعون جو ذاك اليوم الشوارع بغداد، وبغداد صراحة احنا ليش نخلي هاي التظاهرات في الشارع؟ اليوم قدمنا لك مقترح حسب الاحتياج الفعلي. هذا الاحتياج، هذا المقترح اشتغل عليه، وانت رجل اشتغلت على هذا المقترح، وبلغ وزارة التربية بتسهيل عملية الإجراءات البقية، وعلى مود نشوف ايش قد النقص ونصعده. انت بعد انت والعدد اللي تحدده. احنا اذا طلع عدد 300,000 ايش قد تريد تسوي؟ 150 هم قابلين. احنا اليوم نريد بس نريد ننصف اكثر عدد من هاي العالم اللي جاي الطالب بحقوقها، لا اكثر ولا اقل. هذا كل اللي يريده. واحنا نشد ايدنا على ايدك واحنا وياك، وان شاء الله نبني دولة وحكومة على ايدك لخدمة الشعب والخدمة العملية التربوية عامة. تسلم. الله يخليك. طيب، بارك الله بك يا حبيبي، بارك الله بك. يعني هو انطيته مجال للحديث واعرف انه تعبته بس لازم اسولف فيها بصراحة. الموازنات اللي في هذا البلد، خلي أقول موازنة فقط لمحافظة معينة ما نذكر اسمها، هي تعادل موازنة بلد من البلدان الجارة. ما راح أسميها ياها بلد الجار، ما راح أسميه، لأنه كنا نعرف العراق بي ثروة بي يعني بإمكانية يا أخي، بقوة. إذا استغلت القوة بالشكل الصحيح والمطلوب والله العظيم لا نحتاج تجينا بضائع من أردأ البضاعة من دول المنا ومنا وتجينا، ما نحتاج. ولا نحتاج الزراعة اللي توصلنا تعبانة، ما نحتاج. احنا في بلد غني وبلد مهم وبلد بآلية بإمكانية مادية بثروة.
هسه استغلوها بالطرق الصحيحه. هسه احنا عايشين بس على النفطات، مستحيل مستحيل. انا ذاك اليوم يعني حتى ما اطيل بالكلام، لانه ذاك اليوم واحد من الاخوه المرور يقول احنا وصلنا انه 30 مليار بالشهر، 20 مليار بالشهر، واحد فقط من دائره واحده. هسه احنا لا حاسبين دوائر المؤسسات الدوله ايش قد اللي تاخذ من المواطن، وقلنا يابا هاي فلوس. هسه احنا جاي نحسب فقط النفطات، الباقي كله يعني لا حاسبين المرور، لا حاسبين المعاملات، لا حاسبين الضرائب، لا حاسبين الثروات الاخرى، لا حاسبين الزراعه اللي موجوده عندنا بشكل قليل، ما حاسبين. احنا الان نبحث فقط انه شلون شبابنا يعيشون فقط. صدقني التعيين ما حد يريده كان لا بالثمانينات ولا بالتسعينات وحتى الألفين، يا اللي يريد التعيين ما حد. شنو اللي خلى الناس تروح للتعيين؟ التعيين لانه بي تقاعد وبي شويه مميزات، تاخذ سلفه وتاخذ لك قطعه ارض بالاقتصاد، تاخذ لك مدري شلون بالاقتصاد. ولا لو كان القطاع الخاص يعني يعمل ويشتغل، والله احنا من افضل البلدان. هذه مشكله احنا في بلد، لازم توصل رساله. احنا بدورنا كصحفيين كشباب، خل اقول بهالطريقه بهالعباره شباب، اذا رئيس وزراء ما يسمعنا ووزير ما يسمعنا يا باب ندقه، والنائب ما يسمعنا ويا باب ندقه. احنا بشكل او باخر امامكم خيارات، اما يتم شمولهم بعقود داخل وزارتهم وزاره التربيه زين، واما لا والله تقولون يابا ترى موازنه بلد ما تكفي، فقولوا لهم طلعوا لهم ببيان منصف، قولوا لهم يابا ترى شغلتكم ما تصير، خلي اللي بيكم عنده شمبر يشتغل، اللي عنده محل خليه يروح يفتح من جديد يشتغل، ولا تخلون الناس واصله الى هذا المستوى الذب اللوم عليكم وتسمعكم هالكلام اليومي اللي احنا نفسيتنا تعبت من وراه. بصراحه نفسيتنا تعبت من وراه في وضع مثل بلد مثل هذا البلد العراق، انه يكون بشباب هالشكل. يعني نتمنى الاستماع لهم، نتمنى تدزون على ممثليهم وتقعدون. هسه الاطفال بشكل، الكبار بشكل، اللي خريج بال 2006 بشكل، اولاده شو يقولون عليه واحفاده، يعني هذه مشكله، هذا سبب رئيسي بتحطيم المنظومة التعليمية وضرب العملية التربوية بشكل أو بآخر. لذلك أنه إحنا راح نطلع في جيل بصراحة مع احتراماتي غير متعلم، جيل متراجع، جيل فقط همه أنه شلون يقضي وقته وشلون يقضي ليله فقط، لا أكثر ولا أقل. وإحنا من نسولف حرصنا وحاسين بألمهم، مو فقط هم، كل الشباب اللي يتخرجوا وما لقوا فرصة عمل في هذا البلد الغني نتألم عليه، نتألم عليهم ونحس بمعاناتهم. هذا اللي عدنا بصراحة، هذا اللي عدنا ولازم نوصله، هذا اللي عدنا نوصله إلى السادة في مجلس النواب، السادة الوزراء المحترمين، السيد رئيس الوزراء المحترم، إلى فخامة دولة رئيس الجمهورية، أنه يسمع. إذا عينا مو على شبابه وأبنائه فما راح يكون إلى ردة فعل داخلية. يعني إذا كان منصف فلا بد أنه ينصف الناس جميعا، وينصف هذه الشريحة بالتحديد، شريحة الخريجين، وأقصد بالخريجين كل الخريجين على مدى سنوات، مو فقط الأخوة اللي أنا اليوم وياهم. نحس بألمهم ونحس بما قدموه ونحس بمشاهدتهم للواقع اللي موجود للأسف. عموما تقبل ودي واحترامي، انا ومحدثكم احمد ركاب وزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقه، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق. اشوفكم مباشر بخير وسلامه، واحد من الناس يوميا على زاجروس تي في الساعه 9 الصبح، ولاعاده الساعه 4 العصر، والساعه 12 بعد منتصف الليل. الى اللقاء.